كابتن حمدي فتحي طبعا اللي بنرحب بيه في البدايه. كابتن حمدي فتحي الحقيقه يمكن الفتره اللي فاتت كان في جهد كبير جدا، ويمكن ظروف صعبه جدا وظروف استثنائيه مرت على فريق النادي الاهلي وعلى كابتن حمدي فتحي بالتحديد، لكن من خلالك يا كابتن ايمن هنطمن عليه ونطمن على المباراه ونشوف النتيجه النهارده كانت ايه ظروفها. كابتن حمدي طبعا انا برحب بيك ومبروك النهارده بالنسبه للمباراه، مجهود كبير جدا مستوى الشخصي. يعني كنت بسال الكابتن سيد قال لي حمدي فتحي من لعيب الرجاله، يعني ما شاركش في مباراه وديه لكن رجله في الملعب وعنده اصرار وعنده الحته بتاعه النادي الاهلي وهي قيمه النادي الاهلي. حابب تقولي في البدايه كابتن حمدي؟ بص ربنا يخليك طبعا وبرحب بيك الاول، وبرحب بالكابتن ايمن شوقي والنجوم اللي معاه في الاستوديو. الحمد لله يعني كانت فتره صعبه بس يعني بشكر الجهاز الفني وبشكر اللعيبه وبشكر الجمهور اللي على طول، يعني بصراحه الفتره اللي فاتت كانوا في ظهري من مش موضوع كورونا بس، انا بقالي 9 شهور دلوقتي ما شاركتش في ماتشات، فبشكرهم وان شاء الله اكون على الفتره اللي جايه فتره خير يعني، وان شاء الله تكون فتره خير علينا كلنا باذن الله. التزامك واصرارك يا كابتن حمدي في الملعب ويمكن بعدك بشكل كبير جدا بقى عن الصحافه والسوشيال ميديا والمواقع والكلام ده، على ما اعتقد ده ليه تاثير كبير معاك في الملعب. هدفك هو النادي الاهلي والتركيز في النادي الاهلي، الفرصه دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. بالظبط، يعني الواحد في انا متعود على كده ان انا عايز اشتغل في صمت، ان انا ما اطلعش كتير واتكلم كتير. انا من النوع ان انا ما بتكلمش كتير حتى مش في السوشيال ميديا او الاعلام عموما، يعني حتى في حياتي ما بتكلمش كتير، وان شاء الله الفتره اللي جايه نركز كلنا وانا وزمايلي والناس كلها في ظهرنا والجمهور، وان شاء الله نحقق حاجات كتير للنادي الاهلي. يعني شوف المباراه النهارده ازاي بعد فتره كبيره بعيد عن المباريات وبعيد عن اجواء المباريات بشكل عام، بتشوف النهارده الفوز ازاي؟ 3 نقاط هم الهدف اكيد بالنسبه لمباراه اليوم يا كابتن. بالظبط، يعني احنا بنلعب فرقه كبيره، فرقه امبي، يعني انت عارف الفتره اللي فاتت كانت فتره صعبه علينا كلنا، واهم حاجه النهارده ان احنا طلعنا بالمكسب، والاداء ان شاء الله الفتره اللي جايه يتحسن وان شاء الله خير. الفترة الجاية المباراة اللي جاية على طول تلاحم على طول مباراة الإنتاج، مباراة أسوان، مباراة الزمالك، لكن بتشوف مباراة الإنتاج الحرب إزاي والتلاحم الكبير ده إزاي؟ والله إحنا خلصنا النهاردة ومن بكرة إن شاء الله هنركز لمباراة الإنتاج، يعني كل الماتشات صعبة أنت عارف، وإحنا واخدينها كأنها ماتشات كؤوس، إن إحنا مش عايزين نخسر ولا ماتش ولا نفقد نقاط يعني. ربنا يخليك، شكرا ليك. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن الكبير الكابتن حمدي فتحي واحد من نجوم فريق النادي الأهلي، أداء